هذا سائل يقول: هل يجوز دعاء الطلب في السجود والركوع باللغة الأجنبية؟ الذي لا يحسن اللغة العربية نعم يدعو بلغته، يدعو الله بلغته. نعم. أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: لكن القرآن ما يقرأ إلا بلغة القرآن باللغة العربية، لكن الدعاء بلغة الإنسان. نعم. أحسن الله إليكم. الله جل وعلا لا تختلف عليه اللغات، لا تختلف على الله اللغات. نعم.